في كل مكان. ما زلنا نمضي ونتواصل عبر صباح الخرطوم يا مشاعر ومتواصلين، لكن يمكن وصلنا لواحد من الجوانب وواحد من الملفات المهمة، والملف الرياضي والجوانب الرياضية والمستطيل الأخضر الأمادي، يعني ما شاء الله تسجيلات وقرعة وكثير من التفاصيل الخاصة بالعمل، الصراعات والشدول الجذب في الرياضة واخبار الحظ معنا معنا صباح الخرطوم يا محمد، ودائما ما نكون في الحدث زمانا ومكانا عشان ما ننقل للناس كل تفاصيل الرياضه وما يجري في الرياضه من اخبار مختلفه. سعداء جدا ان يكون دائما منورنا كابتن ابو عنجه، ليك التحيه كابتن ابو عنجه، ودائما يعني نزعد بوجودك داخل استوديو صباح الخرطوم، ولكن اليوم عبر الهاتف ليك التحيه ولينا زمن منك والله. اولا ليك التحيه الزميله العزيزه مشاعر كثير، وطولنا يمكن من الكورونا ما تقابلنا، قربت لي سنه يا ابو عنجه ما تلاقينا. نعم. ليك التحيه ان شاء الله طيب يا رب. ليك التحيه مشاعر، والتحيه كمان تمتد للزميل العزيز محمد زاهر، مرحبا بك طبعا هذه الايام. بحيي تحيه كبيره، تحيه كمان لكل المشاهدين الاكارم وين ما كانوا على امتداد البث الفضائي لقناتنا على الخرطوم داخل وخارج السودان. لك التحية كابتن، وخلينا نمشي مباشرة لأخبار الرياضة، خاصة أنه القاعدة الرياضية الآن بتترقب القرعة الأفريقية هذا اليوم، أدينا ملامح وأيضا أدينا رؤيتك الخاصة. يعني بالتأكيد تجرى عند منتصف نهار اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة بطولة دوري الأبطال والكونفدريشن كاب. نعم. وصلت طبعا إجراءات صحية يا مشاعر مشددة. نعم. والجديد في القرعة أن القرعة حتكون عن طريق التكنولوجيا والسوشيال ميديا بالنسبة لجائحة كورونا. الصحية وجائحة كورونا اللي عادت من جديد لتجتاح في كل العالم والوطن العربي. إن شاء الله. سلام. بالتالي حيغيب طبعا عن القرعة مناديب الأندية بالاضافه للاعلام، ولكن التكنولوجيا زي ما قلت لك حتلعب دور كبير جدا في انها تنقل هذا الحدث الكبير اللي بتترقب يمكن كل القاعده الرياضيه في افريقيا، وتحديدا القاعده الرياضيه عندنا في السودان، بحسبها مشاركه الهلال والمريخ في دوري الابطال، الهلال الابيض والقمر العبره في الكونفدراليه. نحن نتوقع ان شاء الله من خلال مراسم القرعه ان القرعه ان شاء الله تكون رحيمه على انديتنا اللي حتبدا طبعا من الدور التمهيدي، ويمكن 10 فرق تم ابعادها طبعا من الدور التمهيدي، وهي يمكن الاهلي القاهري، الزمالك المصري، نجم الساحلي، الرجاء البيضاوي المغربي، مازيمبي، الكنغولي، اغسطس، دي كلها يعني يمكن فرق معروفه طبعا، يمكن الرجاء البيضاوي المغربي بالاضافه ايضا للفريق اللي فاز ببطوله الكونفدراليه، يمكن فريق نهضه الدكان المغربي. لكن احنا طبعا حنبدا من الدور التمهيدي، احنا الان بننتظر فقط ما تسفر عنه مراسم القرعه منتصف نهار اليوم، والبطوله طبعا حتنطلق يا مشاعر يوم 12 يوم 23 عفوا او 22، وبالتالي ان شاء الله حتبدا ضربه البدايه لانديتنا المشاركه في البطوله الافريقيه. اتمنى ان القرعه ان شاء الله تكون رحيمه على انديتنا. توقعاتك شكلها كيف يا كابتن؟ والله انا اتمنى انه نبدا بالانديه بتاعت شرق وسط القاره، ونبتعد عن الانديه بتاعت غرب وشمال القاره الافريقيه، لانك انت دائما ما تاخذ في التوقعات الطقس العام للمباراه نفسها. نعم، بالاضافه للاعداد والتحضيرات بالنسبه لانديتنا اللي بصراحه يعني قاعد تعاني بشكل كبير جدا في التحضير والتأكيد يمكن للبطوله الافريقيه، يمكن الهلال يعني غير العاده وبدا طبعا نوتيشن تدريبات يمكن قبل 3 أيام يا مشاعر. نعم. في خطوه انا اعتقد مميزه من الاداره الفنيه للهلال ولجنه التطبيع بنادي الهلال، عكس نادي التقليد المريخ طبعا اللي لم يبدا لحد الان طبعا الاعداد بتاعه، وبالاضافه لهلال الوضعيه والامل برضه ما بدل الاعداد بتاعه، ما نتمنى ان يكون رساله عبر صباح الخرطوم لاداره الانديه يجي الاسراع في انطلاق فتره الاعداد
حتى تكتمل الجاهزية البدنية والفنية لأنديتنا المشاركة في البطولات الإفريقية. جميل. كابتن حمزه، يعني زي ما ذكرت انه الان يعني في انديه لم تبدا حتى الان الاعداد، ومنها المريخ يعني، ولسه في حديث متداول عن المريخ والتسجيلات والتنقلات ايضا، يا ريت برضو يعني لو تدينا نظره. نعم محمد، يمكن المريخ تحدث فيه كثير من مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا شارع الرياضي عن يعني وصول المريخ واللاعب تيم بيش لطريق مسدود. نعم. مما دعا طبعا مثل القاعده المريخيه اللي تصب جم غضب على رئيس النادي هذا وسبقها. ولكن يمكن الامس وخلال ساعات متاخره من الليل تم كل مرات مع اللاعب تيم بيش اللي حيوقع خلال الساعات ثلاث ساعات في نادي المريخ. نعم. انا اعتقد انه خبر سهل لكل عشاق ومحبي الاحمر الوهاج يا مشاعر. بالاضافه ل انه اللاعب يمتلك قدرات وامكانات فنيه كبيره في تجهيز المريخ، بحيث انه هو لاعب طبعا فنيا عنده القدره على احتكاك واستخلاص الكرات، وعنده القدره على بناء هجمات من الخلف في تمييز كبير. ولاعب طبعا فنتين يرجى منه الكثير، واحد من اختلافات الكره. شنو شكل الخلافات اللي كانت ما بين اللاعب وما بين الاداره؟ المال طبعا. الايام دي مشاعر التسجيلات بمليارات الجنيهات. وبالتاكيد اي لاعب بيطمع في تحسين وضعه المعيشي، وخاصه في ظروف في ظل الظروف الاقتصاديه الراهنه في البلاد. لكن بالتاكيد طبعا الجانب المادي مهم بالنسبه للاعب، لانه ده حق مشروع بالنسبه للاعب. لكن طبعا في ظروف المال فركت الحبايب، مش بيقول القروش فركت الحبايب؟ ان شاء الله ما يفرقنا مال يعني. نعم، نحب منا للاعب يعني تنبش انه يعني ما خلص العقبه زالت. واضح انه الاداره توصلت معه لاتفاق لاعب المريخ، وحيوقع زي ما قلت لك خلال ساعات في صفات نادي المريخ، هو مكسب كبير طبعا بالنسبه للمريخ. اما بالنسبه للخلاف النشب ما بين اداره المريخ ومدرب المريخ التونسي جمال خشاري، نعم برضه المدرب بيطالب ببعض الاستحقاقات الماليه على مجلس اداره نادي المريخ، وفي حديث من المدرب طبعا غير راضي عن اداره المريخ، وبالتالي هو الان يتواجد في تونس. والمريخ يحتاج المدرب عشان ما يستطيع تاتي المدرب، وخاصه انه الجرعه حتكون يعني نهايه ان شاء الله باذن الله. اتمنى برضه ان شاء الله مجلس اداره المريخ يصل لحل مع المدرب جمال خشاري حتى يواصل تميز وتفرد مع المريخ، خاصه انه نجح في انه يقود المريخ للتتويج بطوله الدوري الممتاز. ان شاء الله باذن الله، يعني بالتوفيق للفرق الرياضيه محمد زاهي لضيق الزمن، يعني المفروض يعني نعرف اكثر واكثر من اخبار الرياضه، لكن ان شاء الله نلتقيك يعني داخل الاستوديو كابتن ابو عنجه يعني. ان شاء الله يا مشاعر، تحيه لك، التحيه لمحمد زاهي. ان شاء الله لك التحيه. شكرا لك يا كابتن، كثر خيرك. شكرا جزيلا محمد. ماذا لدينا يا بعد كده كفينا ووفينا، وان شاء الله نكون يعني قدمنا المفيد والجميل للمواطن وللمتلقي وللمشاهد، في انه نحن نكون قدمنا له ماده يستفيد منها في الحياه، ونتمنى انه نكون يعني فعلا كنا خفيفي الظل من خلال حلقه اليوم. ان شاء الله موعودين بحلقات قادمه وصباحات قادمه باذن الله. غدا فريق عمل جديد عبر صباح الخرطوم. ختاما تحياتي وكامل فريق العمل ورفقة الزميلة مشاعر، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.